بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أم رحاب للخياطة. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف أريكم طريقة عمل أزرار بطريقة أخرى، يعني فتحة أزرار بطريقة جديدة بطريقة أخرى إن شاء الله، وأنيقة جدا جدا، تستخدم في البلايز يعني للشوميز أو الفساتين. فابقوا معي إلى آخر الفيديو. إذا سنحتاج إلى جهة الأمام تكون بهذا الشكل، هذا مفتوحة من هنا، يعني عند تفصيل جهة الأمام طبعا، يعني هذه الأزرار تكون في البلايز أو الفساتين التي تكون بها قصة هنا. ممكن عملها إلى الأسفل على حسب الرغبة، يعني ممكن عملها أيضا إلى الأسفل، ولكن أنا أفضل هذا النوع من الأزرار أن يكون في الجزء العلوي من الفستان أو الشوميز. فهنا عندي هذا الجزء العلوي، يعني أحدد ارتفاع إلى يعني إلى حدود الوسط، إلى حدود الخصر، أحدد ارتفاع الخصر أو ارتفاع الوسط. وطبعا يعني بالنسبة لجهة الأمام أترك فيها سنتيم للخياطة، 1 سنتيم للخياطة. إذا نفصل عادي جدا بهذا الشكل، ثم سنحتاج إلى تبطين منفصل لشريط الأزرار لجهة الأزرار، جهتي هذه الجهتين يجب أن نعمل لهم تبطين، سيكون هذا التبطين منفصل. إذا كيف سنفصل هذا التبطين؟ سنضع نأخذ يعني قطعة الثوب نثنيها على 2، ونضع الجهة جهة الأمام نضعها على قطعة الثوب، ثم أحدد منتصف الكتف، أحدد منتصف الكتف بهذا الشكل، والطول نأخذ الطول كاملا، يعني طول الجهة كاملا، نحسب من هنا إلى هنا 8 سنتيم، ثم نرسم بهذا الشكل هكذا بهذا الشكل، وبالتالي نحصل على تبطين لدورة العنق مع شريط الأزرار بهذا الشكل. هذا ها هو بهذا الشكل التبطين يكون، يعني منتصف الكتف إلى تبطينين للجهتين معا ومع هكذا. سنحتاج ايضا هاد انا ساعمل شريط المطاط، اخذت هاد الشريط تقريبا نصف سنتيم فيه في العرض، اما في الطول على حسب الزر، على حسب السير إن كان صغير أو كبير. أنا سأستخدم هذه الأزرار، هذا النوع من الأزرار هذه، يعني هذا النوع من الأزرار أنا يعجبني صراحة في البلايز، خاصة التي فيها هذا النوع من الفتحات، فتحات الأزرار. إذن عملت في كل شريط 5 سنتيم، إذا 5 سنتيم، وسأحتاج بالنسبة إلي سأحتاج إلى 8 قطع، عملت 8 قطع، يعني سأعمل أريد أن أعمل 8 أزرار طبعا، يعني هذا على حسب رغبتكم، على حسب طول يعني طول الأمام، الطول الذي تريدون أن تعمل له الأزرار. المهم هي طريقة. إذا دائما أقول لكم أنه بالنسبة للنساء فجهة اليمين هي الجهة التي تكون فيها الفتحات، يعني الجهة اليمنى تكون فيها الفتحات، الجهة اليسرى يكون فيها الأزرار. إذا بالتالي سأشتغل أولا على الجهة اليمنى. إذا أنا سأضع 8 أزرار هنا في هاد الجهة، إذا يجب أن أقسم هذه المسافة على 8، سأقسمها على 8، يعني سأضع أول
فتحة زر سأضعها على بعد تقريبا سنتيم ونصف من هنا، أو تقريبا 2 سنتيم. إذا أحسب 2 سنتيم وأضع علامة هكذا بالطباشير هنا. أنا سأترك تقريبا سنتيمترين ونصف وأعلم علامة هكذا، ثم أحسب سنتيمترين ونصف وأضع علامة هكذا، سنتيمترين ونصف، 1 2 3 4 5 سنتيمترين ونصف، أضع علامة سنتيمترين ونصف، أضع علامة سنتيمترين ونصف، أضع علامة. وبالتالي هكذا 1 2 3 4 5 6 7 8، ستكون عندي 8 أزرار. طبعا هنا يعني سنتيم للخياطة، ستبقى عندي تقريبا سنتيمترين تقريبا هنا. إذا هكذا قسموا هذه المسافة على عدد الأزرار التي عندكم. أخذ الشريط اثنين هكذا هكذا بهذا الشكل، ثم أضعه هكذا للداخل، أضعه للداخل بهذا الشكل. ممكن أن تثبتوا جميع الأشرطة بدبابيس وتخيطوا. أنا سأخيط أضع كل شريط بهذه الطريقة، والثاني أيضا، والثالث، وأخيط على بعد 1 سنتيم. إذا بعدما ثبت هذا الفتحات الأزرار بهذا الشكل، يعني هذا المطاط ثبته، الآن سأعمل التبطين. إذا أخذ قطعات التبطين الوجه على الوجه، أضعها بهذا الشكل فوق هكذا. طبعا يمكنكم أن تخيطوا هاد الأجزاء مع يعني هذا الفتحة، هذا الشريط المطاط مع التبطين مرة واحدة، يعني فقط تثبتوا بدبابيس، تثبتوا الكل بدبابيس وتخيطوا. كما يمكنكم أيضا تعويض هذا القطع، هذا المطاط بالثوب.
بعد ما خيط التبطين الآن أخيط خياطة من فوق على دورة الرقبة وعلى إلى الأسفل. إذن وهذا هو شكل فتحة الأزرار، رائعة صراحة هذه الفتحة، أن تكون أنيقة في البلايز وفي الفساتين. سأضع هذه الأزرار هكذا، إذن أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب، وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.